السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة أفكاري. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل الوردة البلدي دي، جميلة سهلة وبسيطة، وممكن المبتدئين كمان يشتغلوها معانا. هنا هشتغل بإبرة رقم 2.5، هعمل عقدة البداية كده، وهشتغل 140 غرزة سلسلة الشكل ده كده. انا كده اشتغلت 140 سلسلة، هرتفع هنا، هدخل هنا هشتغل على كل غرزة، هعمل غرزة نص عمود بالشكل ده كده، على كل غرزة سلسلة غرزة نص عمود بالشكل ده كده لحد نهاية السطر. هعمل 140 غرزة نص عمود بالشكل ده، وبكده انا وصلت لنهاية السطر ده كده، كله نص عمود، غرزة نص عمود. وبعدين هرتفع 1 2 3، هرتفع 3 سلاسل، وبعد كده الف الخيط على الابرة واسيب 5 غرز تحت، وبعدين اعمل عمود بلفة، وبعد كده هنعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان برضك هعمل كمان عمود. يبقى انا كده عملت فستونة، وبعد كده هسيب 5 غرز تحت في الدور اللي تحت، وبعد كده هدخل في الغرزة الخامسة واعمل فيها عمود، وبعدين هعمل 5 سلاسل، وفي نفس المكان هعمل كمان عمود بلفة بالشكل ده كده، وبعد كده هسيب تحت 5 سلاسل، هسيب 5 غرز وادخل في الغرزة الخامسة واعمل فيها عمود بلفة، وبعد كده هعمل 5 سلاسل، واكرر بنفس الطريقة ديت لنهاية السطر. هكمل بنفس الخطوات ديت لنهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر بتاعي. بص، بقيت عندي فستونات بالشكل ده كده، انا عايزة الشكل ده كده. وبعدين هرتفع سلسلة، وبعدين الف الشغل بتاعي، وبعدين اعمل غرزة حشو، وبعد كده حاجة على ال5 سلاسل الاولانيين دولت واعمل غرزة حشو، وبعد كده هشتغل جواهم، هشتغل عليهم 10 عمود بلفة، هشتغل جوه السلاسل دولت 10 عمود بلفة على السلاسل اللي انا عملتهم تحت دولت، هشتغل عليهم 10 عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. وبعد كده انا هوصل لاخر السطر، هعمل هنا غرزة حشو في اخر السطر هنا اهو. انا هنا عندي هم 10 عمود بلفة، اعد تاني عشان ما تلخبطش، وبعد كده ارجع اعمل غرزة حشو هنا، وبعد كده على العمود اللي في النص دوت هنا بينهم غرزة حشو، وبعد كده اجي على ال5 سلاسل التانيين وهعمل برضو جواهم 10 عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7 8
تسعة عشرة. وبعد كده اجي هنا على الغرزة اللي جنبي اعمل غرزة حشو، وبعد كده هتديني الفستانات بالشكل ده يا جماعة، وهكرر بنفس الخطوات ديت لحد ما اخلص الدور ده خالص كده، هتديني الفستانات بالشكل ده كده. وعلى كل 5 سلاسل من دولت هشتغل عليهم 10 غرزة حشو، وبعد كده الغرزة اللي جنبهم اعمل غرزة حشو هنا، وبعد كده ابدأ بغرزة حشو تانية، وبعد كده اكرر بنفس الخطوات لحد ما اخلص الدور خالص. انا هشتغل 18 غرزة فستونة بالشكل ده كده، على كل 5 سلاسل 10 غرز عمود بلفة، لحد ما اعمل 18 غرزة فستونة. اهو بنعد الشغل بتاعنا اهوت، لحد ما اعمل 18 غرزة فستونة بالشكل ده كده، علشان هيتفضل عندي 10 اللي فاضلين دولت هكمل عليهم واعمل اللي هو ورق الشجر، هغير لون الخيط واشتغل عليهم باللون الاخضر. اهو هثبت الشغل بتاعي كده اللون الجديد دوت، واخد طرف الخيط القصير تحت الشغل معايا كده عشان يتثبت، وبعد كده اشتغل على الفستونات ديت. اهو ادي كده اول عمود، الف الخيط على الابرة مرتين واسحب اول غرزتين، وبعدين تاني غرزتين، وبعدين تالت غرزتين، اخر غرزتين، وبعدين الف الخيط على الابرة مرتين واسحب اول غرزتين على الابرة، وبعدين تاني غرزتين، وبعد كده اخر غرزتين بالشكل ده كده. انا كده هبدأ اعمل معاكم ورق الشجر، هلف 3 لفات على الابرة برضو، اول غرزتين، تاني غرزتين، تالت غرزتين، رابع غرزتين، هلف الخيط على الابرة 3 مرات كده، 4 هيت، كل مرة بزود غرزة عشان يديني شكل ورقة الشجر بالشكل ده كده، وكل مرة هاخد غرزتين 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 بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هرجع اعمل غرزة سلسلة 2 3 4، هعمل 4 غرز سلاسل، والف الخيط على الابرة 4 مرات، اخد اول غرزتين، تاني غرزتين، تالت غرزتين، وبعد كده اقرر اعمل برضو 4 غرز على الابرة. زي ما هنا ارتفعت هنزل بالظبط بنفس الخطوات بس بتدريجيا كده، هلف الخيط على الابرة مرتين، اول غرزتين، تاني غرزتين، تالت غرزتين، وبعدين غرزتين على الابرة، عمود يعني بلفتين، وبعد كده عمود بلفة واحدة بالشكل ده كده اهو. وبعد كده هدخل هنا اعمل غرزة نص عمود، هتديني اول ورقة شجرة اهيت عندي، اهيت عندي 5 هنا، اللي هنا هيبقى زي اللي هنا بالظبط 5 عواميد، وبعد كده اعمل غرزة حشو، وبعد كده ارتفع 2 سلسلة 3، وهاجي على الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو، وادخل في الفستانات التانية ديت واعمل غرزة حشو، وبعد كده غرزة نص عمود، وبعد كده غرزة عمود بلفة، وبعد كده عمود بلفتين اهو، وبعد كده كمان مرة عمود بلفتين بالشكل ده كده، وبعد كده هعمل عمود ب3 لفات، واحد اول غرزتين، تاني غرزتين، تالت غرزتين، وبعد كده عمود ب4 لفات بالشكل ده كده، وبعد كده هعمل سلسلة 2 3 4، 4 سلاسل، وبعد كده الف الخيط على الابرة 4 مرات، يعني عمود ب4 لفات، وبعد كده هعمل على الابرة برضو 3 لفات بالشكل ده كده، وبعد كده لفتين على الابرة، وبعد كده عمود بلفتين كمان، وبعد كده هعمل عمود بلفة واحدة، وبعدين نص عمود، وبعدين الغرزة اللي جنبها العمود اللي جنبها اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. هكرر بالخطوات دي اللي انتوا شايفينها ديت لحد ما اوصل لنهاية السطر بالشكل ده كده. هبدأ ارتب الوردة بتاعتي كده وافردها والف بقى بالراحة كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ابدأ ايه اظبط الوردة بتاعتي كده، وهبدأ المها عشان كل اللي انا عملته دوت هخيطه من تحت، اثبته معايا بالخيط. ابدأ بقى اظبط ورق الشجر بتاعنا هنا كده، واظبط الشغل بتاعي، هي هتبقى بالطريقة دي كده.
وهبدأ أثبتها بالإبرة والخيط. أنا هنا لضمت الخيط بنفس لون الإبرة، وهبدأ أثبتها زي ما انتوا شايفين كده. وهعمل فيها هنا علقة، ممكن تعلقيها في أي حاجة هي بالشكل ده كده، وممكن تزيني بيها شغلك، أو تزيني بيها تحطيها في حقيبة أو أي حاجة، وممكن تعمليها ميدالية على فكرة.